وقل رب زدني علما. شطار، انت كنت بتتمنى تلبس الجبة والقفطان، وبعد كده اهنتي، حصل ولا لا يا شيخ؟ فاستيج يا ولد، فعلا انا كنت اتمنى البس الجبة والقفطان. شوف، لما كان عندي 9 سنين حفظت القرآن، وكله بيناديني شيخ، حتى ابويا وامي بينادوني شيخ، بس للاسف بينادوني شيخ عشان معجبين ان ابنهم بقى شيخ. ما كانش هدفهم انهم يحيوني، كان عندهم اعجاب باللفظ، وسيدنا ينادي لي شيخ. انا اقول لك ينادي لي شيخ امتى؟ لما كان عايز يرضيني، يكافئني، او عايز من ورايا حاجه ابلغها له، اجيب له طلب يترضاني. غير كده كان بيناديني بالواد، لا، وعايز اقول لك كمان كان بينادي لي شيخ قدام ابويا وامي. وكمان اللفظ ده ما دخلش في قلبي. ليه؟ لان الجبه والقفطان كان اللي يلبسهم يقولوا له يا شيخ، انما انا كان شكلي وحش، زري الهيئه، حقير يعني، حقير، كنت زري الهيئه، شاحب الوجه، ليس لي من وقار الشيوخ ولا حسن طبعته. لبست بعد كده الجبه والقفطان، وبعد ما لبست الجبه والقفطان ورحت الازهر، وتمنيت ادخل الازهر اللي طول عمري بتمنى كده، دخلت الازهر. وبعدين لما كبرت في الازهر كام سنه، ما عجبنيش شيوخ الازهر ولا علم شيوخ الازهر، فبدات اتريق عليهم، وكنت بهين الشيخ حسونه وشيوخ الجامع، شطبوني من الازهر. ولما شطبوني كتبت مقال كبير عشان انشره في الجريده، لان الابواب انسدت قدامي. حتى اخويا لما رحت له قلت له على انهم رفضوني وشطبوني، لقد حذرتك مرارا، هو اللي بيقول لي حذرتك مرارا وستجني جزاء فعلي. سدت الابواب، فقلت اكتب مقال واروح لمدير الجريده. رحت لمدير الجريده لقيته بيضحك وبيقول لي المقال ده بس لوحده يشطبك من الازهر. قل يا شختار، عايز ترجع للازهر ولا ننشر؟ لا، عايز ارجع للازهر. رجعت للازهر واكتشفت ان كان كل ده تهديد. وكمان لما دخلت بقى وتعمقت بالازهر، شفت بتاع الجريده فاتصلت بيهم، بيئه المطربشين. اصل زمان يا ابني كانوا الشيوخ بتاع الازهر اللي يتعلم في الازهر يلبس جبه وقفطان، وابناء المدارس يلبسوا الطربوش، فلقيت بتوع الطرابيش الناس المطربشه اغنيين. وانت عارف، بس ما تقولش لحد، انا دايما كنت ابحث عن المكان، فلقيت بتوع الطرابيش اغنيه، فاتصلت بيهم وتركت بيئه العمائم لانهم بيئه فقيره. فانت معاك حق، والله معاك حق يا ولدي. وقل رب زدني علما.